الأراضي السلالية اللي تم التحويل ديالها الأراضي خاصة أكثر من 1000 هكتار اللي دير رئيس الجماعة تبعت 107 هكتارات بمليون. اللهم من هذا منكر، شواهد إدارية ما مشجلينش في السجل. قلت لي خليوني أنا يدوني اللعبس، أنا عندي الوراق خليهم يدوني اللعبس. من دوار تيتورماج جماعة أمر سيد إقليم ميدلس جيت لهنايا مدينة الرباط باش نوصل النداء ديالي إلى سناشي لجناش تفتيش لجامعة أمر سيد إقليم ميدلس على الأراضي السلالية اللي تم التحويل ديالها الأراضي خاصة بشواهد إدارية مزورة تقريبا أكثر من 1000 هكتار اللي دير رئيس الجماعة ونواب أراضي الجموع. هذا النداء بغيت نوصل لرئيس الحكومة، عائلاتهما عائلات ماشي غير عائلة واحدة، عائلات، والغريب في الأمر عائلة واحدة داو أكثر من 1000 هكتار وعندهم عقد الإرث ديالهم 30 هكتار. اللهم من هذا منكر، شواهد إدارية ما مشجلينش في السجل. عندي أدلة وعندي الوراق وعندي كل شيء، ما يثبت كل شيء عندي. إلا ما كاينش هذا الشيء يجي ويدوني للحبس. كيبيعوا الناس من الدار البيضاء ومن مكناس ومن العرايش ومن مدن أخرى، وكاينين الناس اللي عندهم استفدوا في الأراضي ديال جماعة أمر صيد يجيو يديروا البحث وغادي يلقاهم بلا ما نقول لك سميتهم. هادو بحال سلاليين وتسجلوا في التحفيظ الجماعي من 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 أنصار ديال رئيس العصابة إسكوبار العقار، عنده عقد فرنسي وترجمناه هذاك ترجمناه ما فيه لا الطريق الوطني رقم 13، والعقد اللي عندهم اللي ترجموه هما زوروا داروا الطريق الوطني رقم 13، وكاين فيه مد ديال الزرع تبعت فيه 2000 هكتار كاينه 500 هكتار كاينه 152 هكتار كاينه 134 هكتار كاينه 27 هكتار كاينه 92 هكتار كاينه 100 هكتار وهاد الهكتارات باش كيتباعوا؟ تبعت 107 الهكتارات بمليون، 107 الهكتارات مليون. الصوم ديال 18% ريال الهكتار، وتبعت 100 هكتار ب 10000 ريال الهكتار. تمن رمزي ما عرفش هادشي، جاني الضحك انا. ما سلاليين ما تعاجا كيديو هذاك العقد دوروه في اقليم ميدلت. نشريها كون غير انا غورك راه عطاوها لي بعدا نشريها. زوروا الوراق والدواء وخرجوا الناس في دوار بوكما يغوتوا، عطاهم تعقب عقوبه سجنيه و 30000 درهم، 3 مليون ديال الاختيار تاكلوا عباد الله، تحكموا ب 3 شهور موقوفه التنفيذ، وفي الزبزات كذلك 5 مليون ديال كلهم عباد الله. والناس دابا اللي ولا كيخرج كيقول لك واش نمشي للحبس كتخاف؟ قلت لي خليوني انا يدوني للحبس، انا عندي الوراق خليهم يدوني للحبس. المسؤولين ديال اقليم ميدلت في الاول كلشي جاوبوا ما كاين حتى حاجه، ومن بعد كيدليو لنا بواحد ما حضر الاجتماع اللي ما عندوش الصيغه القانونيه، المرافقات ديال الشهاده الاداريه ما كاينينش، الوزاره المشتركه الاجوبه ديالها ما كاينينش، بحال املاك المخزنيه، المياه والغابات، الاوقاف، الجماعه السلالي ما حاضر الاجوبه ما كاين حتى حاجه. النواب السلالي حتى هما مورطين في هادشي، كلشي داو الاراضي وهما ما دخلوهاش للتحديد الاداري. علاش ما دخلوهاش؟ باش ينصبوا عليها يديوها، باش يديوها، فهمتيني؟ لان عيس منغوت والعمال والولات ديال المملكه المغربيه والمقدمين الشيوخ يوصلونا لهذا النداء الجهات المسؤولة.